اتفضلي كملي. فدي مهمه قوي. طبعا الطفل لما بيبقى عنده اخوات بيبقى الوعي زياده شويه. ليه بقى؟ لان الام بتقدر تقارن ما بينه وما بين لا اخوه في السن ده كان بيعمل كذا. بتبقى اصعب شويه في اللي لسه ده اول طفل ليهم، عكس لما يكون اول طفل ليها طبعا. فبتبقى خبرتها او ما عندها كمان ما شافتش مثلا ولاد اخوها او ولاد اخوها او الحفيد، فبالتالي الادراك هنا بيبقى اقل. حضرتك تقصدي ان التخاطب دايما بيكون بنسبه كبيره في اول طفل بس؟ لا مش شرط، ولا مش شرط. انا بتكلم على الوعي الام. لما الام بتبقى عندها مثلا شافت ولاد اخواتها، شافت ولادها قبل كده، فبالتالي لما الطفل بيبقى متاخر بيبقى وعيها للمشكله أكبر. بدري شويه تقول لك ايه، لا انا اخوه في السن ده ما كانش كده. فاهمني حضرتك ازاي؟ عكس لما يبقى الطفل الاولاني بتاعها، صح، فما بيبقاش عندها خبره انها تقارنه بحد تاني. بالذات ان لو الطفل ما بيروحش حضانه، فهي مش شايفه الاطفال اللي في نفس المرحله العمريه دول بيتكلموا ازاي او بيعملوا ازاي. صح. فبالتالي دي نقطه هنا. ودايما اقول لو حصل ان انا متردد، حاسس ان في مشكله، الاطمئنان احسن وسيله. يعني هو مش معنى ان انا ان انا رحت للدكتور يبقى هو عنده مشكله، ان عنده مشكله ولكن انا مطمن، زياده طمانينه. ولو عندي مشكله التدخل المبكر خير وسيله. صح. يعني حضرتك تقصدي ان احنا لو بدانا العلاج مثلا بدري طبعا. يعني مثلا لو طفل ما بيسمعش، واول طفل عندنا وما عندناش اي هيستوري تقول لنا ان الطفل ده كان معرض ان هو يصاب بضعف سمعي، ولكن اكتشفنا ان الطفل ده ضعيف السمع، لما ركب له السماعه بدري وابتدي ادخله التخاطب بدري، لغته هتبقى قريبه جدا للاطفال اللي في نفس المرحله العمريه بتاعته. صح. اما لما انا اركب له السماعه متاخر، اكتشفت متاخر جدا، والمفروض دلوقتي يتكلم يعني في سن مدرسه، والمفروض يتكلم ولسه ما بيتكلمش، هبتدي اركب له سماعه وابتدي طبعا هيفضل في فجوه في التخاطب بينه وبين الاطفال اللي في نفس المرحله العمريه بتاعته. صح. طيب احنا